قال المزيد حول الأوضاع في الأراضي المحتلة. معنا من الضفة الغربية الكاتب الصحفي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد محمد. اقتحام جديد للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ما دلالات سياسة التصعيد التي يستخدمها الاحتلال وفق رأيك؟ نعم، الاحتلال يسير بمسارين منفصلين متوازيين، المسار السياسي والمسار الأمني. المسار الأمني يقضي بمزيد من السيطرة الأمنية على القدس المحتلة والضفة الغربية وزيادة ما يعرف بقومية ويهودية الدولة في الداخل المحتل. هذا المسار يتطلب مزيد من الاقتحامات، خاصة أنه يشتكين ويطمئن من قبل كل الجهات بأنه لا يوجد أي رد فعل سواء محلي أو دولي على هذا الاقتحام، وفقط المقدسي يقف وحيدا في مواجهة هذه الاقتحامات. أيضا هو يشدد ويزيد من الإجراءات لتسريع عملية تحديد الزمان والمكان، وهذا ملف خطير في المسجد الأقصى المبارك، حيث أن المستوطن بات لديه وقتا للاقتحام وبات لديه مساحات للاقتحام تمهيدا لهذا المسح الأمني الميداني الذي يقلل عدد الفلسطينيين الداخلين للمسجد الأقصى المبارك، بالمقارنة يسمح للمستوطنين بكل التحركات حتى في ظل جائحة كورونا، ويتبرر ويتحجج بأن المستوطن لا يلتزم بهذه الإجراءات. أما الفلسطيني فيعرض للمخالفات سواء المرورية أو الشخصية لتخطي إجراءات كورونا في داخل القدس المحتلة، وهذا يضعف التضامن والوقوف والتصدي لهذه الاقتحامات. هذا مرتبط بالضفة الغربية أيضا على المسار الأمني بمزيد من الاستيطان، بمزيد من القتل، بمزيد من العربدة، ما مختلف كليا عن المسار السياسي الذي يسعى لمزيد من التطبيع وتغطية الجريمة الإسرائيلية، وأيضا والأهم من ذلك شرعنة ضم الضفة الغربية الذي هو بات في أمر الواقع وبقي عن الإعلان السياسي له. نعم، يعني بالتزامن مع هذه السياسة تحدث تقرير فلسطيني عن استمرار الاحتلال الصهيوني باستهداف المستشفيات الفلسطينية. السؤال هنا إلى أي مدى تسهم هذه الممارسات ربما بانفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة؟ الانفجار يجب أن يكون لديه فاعل حتى يقوم بالتفجير، والضفة الغربية يسيطر عليها حركة فتح الآن، وبالتالي لديها خيار أوسلو وخيار التفاوض وخيار الانتظار والترقب لإدارة أمريكية جديدة. هذا الترقب استمر منذ 30 عام منذ توقيع اتفاقية أوسلو، في كل إدارة أمريكية تنتظر السلطة ما الجديد، ونتفاجأ بالجديد، مزيد من الضغط على الفلسطينيين ومزيد من المعاناة. لذلك الانفجار، خاصة أن هناك تكتيك أمني إسرائيلي تكنولوجي عالي المستوى يسيطر على كافة الأحوال في الضفة الغربية، وبالتالي تبقى حالة الانفجار هي حالة انفجار فردية كما حدث في انتفاضة القدس 2015 حينما أربك الاحتلال من حيث لا يحتسب، أنها كانت هناك عمليات نوعية تقوم بها مجموعات فردية غير تابعة للتنظيمات الفلسطينية. هذا الانفجار قد يكون له معزز في المرحلة المقبلة، خاصة إذا تم المساس في المسجد الأقصى المبارك، أو حتى وجدت نفسها السلطة في زاوية كما حدث معها في فترة ترامب. أما عن انفجار استراتيجي مخطط له من قبل الفصائل، فأعتقد أنه حتى اللحظة بعيد المنال، خاصة أن الفترة الحالية الحديث عن الانتخابات أكثر منه الحديث عن سبل المواجهة مع الاحتلال. نعم، إذن الكاتب الصحفي الفلسطيني محمد القيق كنت معنا من الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك.